واستمرارا لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد الاقتصادية المتاحة بالدولة، تم توقيع عقد بين الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة حسن علام للإنشاءات لإنشاء مصنعين جديدين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية بمنطقة البرولز بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد بين الطرفين. وتم توقيع العقد بحضور اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمساهمين بالشركة المصرية للرمال السوداء ورئيس هيئة المواد النووية ومحافظ كفر الشيخ ووكيل بنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية ممثلا عن وزارة البترول.